هجوم قطر وذلك بعد فوزه على الشحانية بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور الدرجة الثانية القطري والذي توج الشمال بلقبه. لاعبو فريق الشمال صنعوا أجواء رائعة وهم يحتفلون باللقب والالتحاق بدور نجوم قطر بعد موسم شاق وطويل شهد ندية كبيرة وتنافسا شديدا خاصة مع الشحانية. انضم لنا بهذه الاثناء هشام جدران مدرب فريق الشمال، ارحب بك معنا كابتن. بدايه مبروك الصعود الى دوري نجوم قطر، مبروك التتويج بهذا اللقب بعد موسم كان مليء بالتنافس والمختصر كان المباراه الاخيره والجوله الاخيره امام الشحانيه. شاريج مرحبا وشكرا جزيلا لك. صراحه اهل الشمال يستاهلون، لم يكن الطريق سهل ولم يكن مفروشا بالورود، مقابله شاقه صعبه، موسم طويل، اكراهات، غيابات، ولعبنا امام فرق صعبه للغايه لها شاء في الدرجه الثانيه وبالضبط مع الشحانيه الفريق النازل من دوري النجوم. لم يكن خصما سهلا بل كان عنيدا الى اخر جوله الذي اعطى تسويق واثاره ومتابعه في الشارع القطري الى اخر جوله. كان فريق الشحانيه متصدر بثلاث نقاط وفريق الشمال كان الوصيف ممتازا بثلاث نقاط. المباراه الاخيره كانت مباراه الفاصله تقريبا كانها نهائي كاس هذه المباراه، كيف جرى تجهيز الفريق لهذه المباراه خاصه كما تحدثت الشحانيه كان يملك الافضليه ربما بهذه المباراه، تعادل او فوز كان سيمنح الصعود لفريق الشحانيه. دائما الفريق الذي يكون له بطاقتين إما التعادل أو الفوز ينهزم، ولا صراحة أقولها وأعيد تكرارها الأخ نبيل أنور، سوى عمل ممتاز للغاية مع فريق الشحانية الذي أتمنى له حظ سعيد في الفاصلة. لم تكن كما قلت لك مقابلة سهلة، عندنا العدة التي يرجع لأبو تاني وأخ يوسف الميزة الإداريين الذين وقفوا مع الفريق صراحة لتجهيزه إداريا، ونحن جهزنا الفريق فنيا واللاعبون أبو البلاء الحسن الذي هم يستحقون كل تحية وتقدير لأنهم هم الذين كانوا رجال داخل رقعة الميدان، ودائما كنت من ورائي أقول لهم يمكن أن نسوي حاجة ممتازة لأن فريق الشمال غاب ومكانه الحقيقي هو في دوري النجوم وابتعد كثيرا. دوري النجوم سبع سنوات أو ست سنوات وهذا صراحة ليس في حق الشمال، فالحمد لله رجعنا فريق الشمال إلى مكانه الطبيعي. الآن نحن في الجهة الأكبر، هو ليس الصعود فقط بل الصعود والبقاء والمنافسة مع الفرق الكبيرة في دوري النجوم قطر. تعادلات وخسارتان، كيف تلخص ربما المنافسة خلال هذا الموسم مع فرق دوري الدرجة الثانية مع الشحانية بطبيعة الحال ومع عوامل نجاح الشمال خلال هذا الموسم؟ نجاح الشمال دائما هو الثقة في النفس، هو دائما الاعتماد على الشباب ولاعبين المخضرمين. تعذبنا كثيرا صراحة لأن كانت هناك غيابات وإصابة بعض اللاعبين وبالضبط المحترفين اللي هم ركائز الفريق، ولكن دائما كنا نعمل كمجموعتين، لم يكن هناك الفريق الأول والفريق الثاني، بقدر ما كنا نعمل بإخلاص وبمنظومة واحدة وبفكر واحد، وكنا دائما نثق في عملنا. ولكن أقول هو أعيد تكرارا، لم تكن المنافسة سهلا أبدا مع فريق شرس الذي دائما كان ينتصر ودائما الالتحاق به كان صعب للغاية، والدليل على أن وصلنا إلى آخر رمق وآخر مقابلة متنافسين، والفرق التي تستحق صراحة التصدر أو الدرع إلى نجوم قطر هي الشحانية والشمال. فالحمد لله كما قلنا الكل، لا إدارة ولا لاعبين، لأن هناك مجلات الإدارة الفنية والإدارة الإدارية، واللاعبون كانوا حاضرين وثائقين في أنفسهم حتى يصلون إلى المنتخب. كابتن، ماذا بعد الصعود إلى دوري الدرجة الأولى؟ هذه المليون اختياريج
كما قلت الصعود جميل جدا والأفراح في الشمال وأهل الشمال يستهلون خارجين المدينة واحتفالات كبيرة ونحن الآن نحتفل بهذا التتويج. فأقول وأعيد تكرارها، ليس الهدف هو الصعود بل الصعود وأن نعمل جادين باش نعطي صورة واضحة الموسم المقبل، لأن مقارعة الكبار ليس بسهل والصعود يمكن سهل، ولكن الجهد الأكبر هو كيف نحاول أن نعطي صورة الشمال. وأنا واثق بكل 100% الشمال بمن حضر، ولكن الشمال سيعطي صورة جميلة جدا الموسم المقبل في دوري نجوم قطر. شكرا جزيلا لك هشام جدران مدير فريق الشمال على وجودك معنا ومبروك. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. نواصل مع أخبارنا مشاهدينا.